السلام عليكم. 4 من كل 5 يمنيين يعانون المجاعة، هذا ما أكدته تقارير أممية. فلم يعد الرصاص وحده من يفتك باليمنيين، بل بات الجوع أيضا هو الخطر المحدق بهم وقاتلهم الحقيقي. فبعد عامين من حرب الميليشيا وانقلابها على الدولة، اتسعت رقعة الجوع في البلاد، وبات أكثر من 17 مليونا يعانون المجاعة، واقع تضاعف بعد امتناع الميليشيا تسليم الرواتب لأكثر من مليون موظف حكومي يعيشون في مناطق سيطرتها منذ 7 أشهر رغم تحكمها واستيلائها على موارد الدولة، ليضافوا هم وعائلاتهم إلى عداد الجوع. ومع دخول الحرب في البلاد عامها الثالث، بات التجويع الممنهج أحد أسلحة الميليشيا الساعية من خلالها إلى تجويع اليمنيين واستغلال حاجتهم ومساومتهم بين الذهاب إلى الجبهات أو الموت جوعا. وعلى الرغم من التأكيدات الصادرة من التحالف العربي الذي يتحدث عن تقديمه لأكثر من 1,700,000,000 دولار لمنظمات دولية وإنسانية يهدف بهدف محاربة المجاعة وتحسين الوضع الإنساني، إلا أن مراقبين اتهموا تلك المنظمات الواقعة تحت نفوذ وسيطرة الميليشيا بأنها لا تسعى لحل المشكلة، بل إلى حشد مزيد من التمويل الذي يذهب معظمه إلى السوق السوداء وأمراء الحرب. مشاهدينا الكرام، عن سياسة التجويع الممنهجة التي تتخذها الميليشيا كإحدى وسائل حربها المعلنة ضد اليمنيين ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نتابع التقرير لنعود بعده للنقاش. بين المجاعة والتجويع، شعرة الانقلاب وخيطها الأسود من أول عربة ديناميت إلى آخر سوق سوداء، من أول فيلة قرآنية مسروقة من قوت الشعب إلى آخر سلة غذائية منهوبة عند مداخل المدن والقرى. للمجاعة في اليمن خيال مريض وذاكرة مريضة ارتبطت بسنوات البؤس والشتات والعوز التي كرسها نظام الأئمة بنسخه المتعاقبة التي أصبحت حالة مزمنة مثل مرض السكري. في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي استيقظ الأجداد على مجاعة تجتاح البلد المعذب والفقير. كان النظام الإمامي الحاكم حينها يرجع السبب إلى ذنوب الرعية وليس إلى النظام الاقتصادي البائس والعدمي. في أوائل الألفية الثالثة عاش الأحفاد المأساة ذاتها التي عاشها الأجداد والواقع ذاته المتمثل بسياسة أحفاد الأئمة الذين سرقوا لقمة العيش من أفواه الفقراء وحولوا حبات العرق في جبين الشعب العامل إلى محفظة خاصة باسم المجهود الحربي. سياسة الميليشيا والمنظمات الدولية المتواطئة التي تذهب نحو توسيع رقعة المجاعة تشير بإصبع الاتهام إلى المسافة الفاصلة بين المجاعة والتجويع الممنهج الذي يتم صناعته مع سبق الإصرار والترصد ونهب المعونات. مضاعفة أسعار السلع الغذائية من خلال فرض جمارك مضاعفة في منفذ ذمار على التجار ونهب الأموال والمعونات وبيعها للمتاجر وسيطرة المشرف المسلح على مربعات الإغاثة أحد وسائل الميليشيا لمضاعفة محنة اليمنيين. تحويل الموارد إلى حساب نقدي خاص بالميليشيا وتجييش الجماهير للمطالبة بفرض حالة طوارئ بدلا من المطالبة بالرواتب أحد إفرازات الحقبة الإمامية الراهنة وثلاثية القطرانة والرهينة والمجاعة. بحسب متابعين، فإن مطالبة الحكومة اليمنية بتغيير المنسق المقيم للشؤون الإنسانية يأتي في إطار رفض التجويع الممنهج والاستيلاء على المساعدات التي قدمتها دول التحالف. المبلغ المقدم من دول التحالف بلغ 1,700,000,000 دولار كان كفيلا بتغيير الوضع الإنساني ومحاربة المجاعة لولا استيلاء الحوثيين على قدر كبير منها كما تفيد التقارير. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب من روسيا المدون والناشط السياسي ضياء السعيدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ضياء. مساء النور والعافية. أهلا وسهلا أستاذ آسيا، أشكركم مرة ثانية على الاستضافة الكريمة. أهلا بك ضياء. برنامج كل اليمنيين، مساء اليمني. أهلا بك أستاذ ضياء. وبداية، يعني تتحدث الأرقام أن التحالف قدم 1,700,000,000 دولار للمنظمات الدولية، ومع ذلك نجد عدد كبير من الجوعى، اقتراب عدد أكبر من الأطفال من خط الفقر. كيف تفسر عدم أو أسباب عدم وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى الناس رغم وجود كل هذا الزخم أو العطاء من المليارات التي لا، يعني الملايين التي لا نعلم أين ذهبت؟ في الحقيقة هناك تفسير واحد منطقي واحد لما يجري وإلى هدر هذه الأموال والمساعدات التي تأتي من جميع الدول المانحة والمساعدات
الإغاثة اللي تأتي سواء من دول التحالف العربي أو من الدول الأخرى الأجنبية، هي تذهب تصل. للأسف هناك المنظمات الإغاثية التي تتعامل مع المشرفين مع مشرفي الانقلاب في مناطق الخاضعة لسيطرتهم. نعم. هؤلاء المشرفين يأخذون تذهب هذه المعونات بدل من الذهاب إلى المنكوبين والمحتاجين، تذهب إلى أسواق السوداء التي تعمل على رفض، في النهاية رفض المجهود الحربي كما يسميها الحوثيين لمواصلة حربهم الظالمة ضد الشعب اليمني. في النهاية نعم. يستخدمون هذه الأموال التي تأتي في الأصل لمساعدة المحتاجين والمنكوبين لاستمرار الحرب بطريقة جدا ظالمة وقبيحة. نعم، إذا ضياء، يعني ما هي المعايير التي تنتهجها هذه المنظمات الإغاثية يعني والدولية في توزيع المساعدات الغذائية؟ يعني تستطيع أن تطلق نداءات إنسانية للمجتمع، ولكن لا تستطيع إيصال ما يصلها إلى من يحتاجها فعلا؟ في الحقيقة هناك الكثير يقال حول هذه، كثر من الشبهات تثار حول المنظمات الإنسانية التي تعمل في اليمن من تواطؤهم مع الميليشيا الانقلاب، من حيث لا ندري لأي سياسة أو لأي غرض، ولكن هناك تواطؤ حقيقي ملموس. أنا بشكل خاص يعني لي تجربة خاصة مع إحدى المنظمات، منظمة أوكسفام ميدل إيست، هي منظمة بريطانية. نعم. وتواصلوا معي فترة من فترات، كانوا يريدون مقابلة، و حينما عرضت علي محاور المقابلة كانت كلها تتحدث عن الضغط على الحكومة البريطانية لوقف الأسلحة، تمويل الأسلحة للتحالف العربي، بينما لم تتحدث عن الوضع الإنساني والذي المتسببة بها الميليشيا داخليا. حينما طرحت عليهم الموضوع، يعني هناك أزمة وهناك حرب ووضع إنساني سيء في اليمن لعدة أسباب، قد تكون هناك تدهور إنساني بسبب الحرب الخارجية، لكن هناك أيضا الجبهة الداخلية التي قامت بدأت الحرب والتي سببت يعني هذه المآلات التي وصلنا إليها. لكن تم يعني تجاهل طلبي وتم إلغاء المقابلة كليا. هذا بس مثال يعني على موضوع التواطؤ الواضح. نعم، إذن ضياء، يعني أنت لك تجربة والعديد أيضا لهم الكثير من التجارب مع المنظمات الدولية، وربما كشفت أكثر من مرة أوراق هذه المنظمات، ونحن ناقشنا هذا الموضوع لأكثر من مرة. إذن يعني أين هو المجتمع الدولي من خلال هذه المنظمات؟ يعني لما لا يعني مثلا مثل التحالف، لما لا يضغط على هذه المنظمات التي يعطيها هذه الأموال؟ المجتمع الدولي أيضا، مجلس الأمن، ولد الشيخ، كل هؤلاء أين هم مما يحدث من هذه المنظمات من تلاعب واضح؟ للأسف أحيانا المجتمع الدولي يكون مغيب، لأن المجتمع الدولي يعتمد على التقارير التي يرفعها المبعوثون على الواقع، على أرض الواقع. نعم. وأحيانا تكون هذه التقارير مغلوطة وتقارير لا تصف الواقع بشكل دقيق ومنحازة. اعتماد المجتمع الدولي على هذه التقارير يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي بناء على تقارير غير صحيحة، وهذا هو السبب في عدم تفسيري لعدم تفاعل المجتمع الدولي وإيجاد حد للتلاعب الذي يحصل في هذا الجانب. نعم، هل يمكن أن نقول أن هناك أيضا قصور في التمويل؟ تعلم أن كل يوم يمر في الحرب معناه تضاعف الأرقام، معناه ازدياد للجوع وللمحتاجين. هل نستطيع أن نقول أن هناك أيضا نقص في التمويل أو عدم يعني صورة حقيقية أو صورة حسنة لتوزيع هذه الإغاثات؟ هو في الحقيقة في هناك إهمال من قبل المجتمع الدولي بشكل عام للقضية اليمنية أو الحرب في اليمن. نعم. يعني حتى نرى الإعلام العالمي يولي القضية السورية على سبيل المثال، والحرب في سوريا اهتمام كبير جدا، بينما الحرب في اليمن تقريبا تكاد تكون مغيبة من الإعلام العالمي. نعم. هل هناك سياسة ينتهجها المجتمع الدولي لحسابات أخرى، لحسابات يعني ولوبيهات؟
مغيبة لا نعلم بها نحن، لا أدري، لكن الحقيقة من الواضح أن هناك قصور في جانب الاهتمام الإنساني والاهتمام الإعلامي وفي كل الجوانب بالقضية اليمنية. نعم، إذا ضياء سأعود إليك في موضوع اللوبي في المنظمات. يعني ينضم معنا أيضا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد إبراهيم، رئيس مؤسسة بصمة سلام من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك معنا. بداية أستاذ محمد، يعني كونك رئيس مؤسسة يعني تعنى بشؤون عديدة، ربما بصمة سلام تهتم بشؤون الإنسانية، حدثنا عما تعيشه في واقع اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مؤسستنا هي مؤسسة ما اسمها بصمة سلام التنموية. نعم. نطاق العمل الجغرافي لدينا الجمهورية اليمنية ومقرنا الرئيسي في صنعاء. طبعا الوضع الإنساني لا يخفى على القريب ولا يخفى على البعيد. الوضع الإنساني سيء سيء جدا، خاصة الأسر المحدودية الدخل. كانت اليمن للأسف الشديد بؤرة من بؤر الفقر إلى ما قبل سنوات، ما بالك اليوم. اليوم الأسر كثير 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 جدا، الذي معتمدة على الراتب، الذي معتمدة على حتى أصحاب الإيجارات اللي هم أجرين بيوتهم، الذي هم أصحاب الدكاكين غلقوا. فالوضع الإنساني حاليا الذي يعيشه المواطن اليمني لا أستطيع فعلا أن أصفه. نعم، هل لديكم أي نسب أو أرقام أستاذ محمد؟ طبعا آخر حملة قمنا بها في صنعاء قبل تقريبا 4 أشهر، وزعنا بها سلات غذائية لعدد أكثر الأسر. وما قبلها قبل 5 أشهر نزلنا الحديدة، كان في عندنا حملة وغطينا عليها، غطينا الساحل الحديدي لأكثر من 3000 فرد في الحديدة، وأكثر من 3000 فرد آخر في مناطق غير السهل التهامي. نعم. في التدخل حقنا قبل 5 أشهر. الأرقام يوميا في ازدياد. يعني أنا مش ممكن الآن أقول لك رقم مثلا 70,000 إلى 100,000 إلى 200,000 محتاجين في صنعاء. الرقم في تزايد يوميا. صحيح. إلى أبعد مما نتصور. طيب من أين تحصلون أنتم على يعني التمويل لهذه السلال التي تقومون بتوزيعها؟ هل لديكم سلات بمنظمات إغاثية دولية؟ هل استطعتم الوصول إلى أحد يعني من المنظمات الدولية لمساعدتكم في هذا الأمر؟ طبعا للأسف الشديد، ومن خلال منبركم أتكلم، المنظمة الدولية في اليمن للأسف الشديد هي كذبة. للأسف الشديد. نعم. يعني عملها الإنساني الميداني لا يتجاوز 5%. يعني نطلع على ميزانية مهولة، نطلع على تقارير عملاقة، نطلع على أرقام مخيفة، لكن للأسف الشديد في الميدان يعلم الله أنه لا يساوي ميزانيتهم أو من أرقامهم لا يساوي 5%. ما تفسيرك لهذا يعني الأمر أخ محمد؟ يعني هل تعتقد بوجود فساد في هذه المنظمات؟ هل يعني لم تستطع إيصال المواد الإغاثية بحكم يعني الوضع في البلاد وسيطرة الميليشيا على كثير من مداخل ومخارج هذه المعونات الغذائية؟ أين يكمن الخلل؟ يعني هناك نداءات إنسانية بأرقام مهولة كما تفضلت، هناك أرقام نسمعها وصلت لهذه المنظمات، ولكن أنت تخبرني عن أنها يعني مجرد كذبة أو فقاعة في الميدان. طبعا هناك فيها عدة عوامل، أهمها الوضع الحالي الذي يعيشه اليمن. أولا الفساد الإداري المستشري. نعم. للأسف الشديد أغلب يعني في اليمن هي محسوبة على طيف معين سين من الناس. هؤلاء الناس هم منذ سنواتهم يمارسوا الفساد والتضليل الإعلامي والتضليل المالي، سواء المانحين خارج أو المستفيدين داخل البلد. نعم. الوضع كذلك السيء، الوضع السيء الحالي صورة الأمر الواقع اللي نعيشه في صنعاء خاصة وفي أغلب مناطق الشمال، هذا نفس الوقت مساهم بشكل كبير. المنظمات الشريفة أو التي فعلا لديها أرقام على الميدان كذا تتخوف أنها توصل مساعدتها لغير المستفيدين فتحج نشاطها، وبالفعل هاجرت منظمات كثيرة من اليمن. المنظمات التي نقول عنها شريفة، أما المنظمات للأسف الشديد اللي هي محسوبة على يعني على سبيل المثال بدون تشخيص بدون أسماء. نعم. المنظمات الكبرى العالمية الخاصة بالأمم المتحدة حاليا هي التي تعتبر مسيطرة على الأرض
في صنعاء واغلب مناطق الشمال كجانب انساني اخري. للاسف الشديد الفساد المستشري فيها يفوق اكثر مما نتصوره. نعم. إذن أعود إلى سؤالي إليك، من أين تحصلون على الدعم وأنتم تحاولون جاهدين يعني أن تغطوا يعني مساحات أكبر؟ وأنت تقول لي أن الأرقام في ازدياد دائم، بالتأكيد يعني المنظمات ربما المحلية من خلال متابعتنا لكم لجميع المنظمات الموجودة في الداخل هي ربما أكثر صدقا وأكثر يعني إنجازا إن صح لي القول على أرض الواقع. كما تفضلتم، لكن احنا بالنسبه لنا كمؤسسه طبعا نحصل على الدعم بشكل عام وبصح بشكل مباشر من عبر علاقات شخصيه. نعم. اما عبر اصدقاء في الخليج او في امريكا او في اوروبا وكذا، عبر تحويلات ماليه محدوده. مساعدات يعني شخصيه او انسانيه يعني ليست تتبع لجهه. نعم. بالضبط. نعم. نحن مؤسسة شبابية طوعية، إلى ما قبل فترة من الفترات، إلى ما قبل سنتين أو سنة ونص كنا مبادرة شبابية، كنا نفق من أموالنا إحنا أعضاء المبادرة. اليوم تحولنا إلى مؤسسة، كل شخص بمجهوده الشخصي يعرف مجموعة من التجار، يعرف مجموعة من المغتربين، يعرف مجموعة من الأصدقاء، تتم التحويلات المالية إلى اليمن، وخلال هذه التحويلات المالية نقوم بمسح ميداني للأسر الأكثر تضررا، ومن ثم نقوم بالإجراء التدخل الغذائي أو الصحي أو إلى آخر. نعم. إذن شكرا جزيلا لك محمد إبراهيم، رئيس مؤسسة بصمة سلام، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الجهود التي تقومون بها. كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك سيد ضياء. أستاذ ضياء، يعني تحدث الأستاذ محمد عن أن المنظمات الإغاثية هي يعني أشبه بكذبة كما قالوا، أن عملها الحقيقي على الواقع لا يتجاوز 5%، وأشار يعني بصورة أو بأخرى إلى منظمات الأمم المتحدة التي هي الآن فعلا مسيطرة على الوضع وعلى الأرض، في خاصة في أجزاء الشمال. أنت كنت تتحدث أيضا عن وجود لوبي ربما في المنظمات، وهناك اتهامات كثيرة في مسألة هذا اللوبي. يعني نحن نستغرب كيف تفسر خضوع المؤسسات الدولية التي تعمل في الجانب الإنساني الإغاثي لسيطرة الميليشيا أو يعني الفساد الواضح في هذا الأمر. وللأسف هو لا نقول خضوع، ولكن هي خديعة أكثر من كونها خضوع. الميليشيا للأسف نجحت على مدى طويل في صناعة قوة ناعمة لها في مفاصل المنظمات الدولية. نعم. واستطاعت تمرير عبر هذه القوة الناعمة تمرير أجندتها الخاصة وتمرير مصالحها الخاصة. لذلك كما قال الأخ، إنه فعلا المنظمات المرتبطة على المستوى الدولي هي على الواقع لا نجد لها التأثير الكبير، ولكن لديها التأثير على مستوى المجتمع الدولي، على مستوى القرار الدولي، لأن القرار الدولي يتم إصداره بناء على التقارير ترفع من هذه المنظمات. وبهذه الطريقة الحوثي عندما والانقلابيين عندما استطاعوا تمرير على مدى الطويل، يعني كان العمل على مدى طويل وليس وليد الأمس، استطاعوا تمرير عناصر لهم في هذه المنظمات الكبرى، بهذه الطريقة يمررون يعني أجندتهم الخاصة. نعم. إذن برأيك يعني لو تحدثنا عن سياسة التجويع التي تنتهجها الميليشيا، يعني هي سلطة انقلاب يفترض أنها تدعي بأنها الآن هي من تحكم، ولكنها للأسف الشديد تمارس التجويع الممنهج للشعب الذي يقع تحت سلطتها. هل تجد أن يعني هل نستطيع أن نقول أن هذا الأمر له علاقة بتاريخ هذه الميليشيا الإمامي الذي ربما يعني قضى على ملايين اليمنيين جوعا منذ عقود؟ هذا بلا شك يعني ولا يحتاج للتساؤل. علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي ليس طفرة وليس ظاهرة عبثية، بل هم امتداد لألف سنة من السياسة التجويع التي انتهجها الإماميين من قبلهم. هم امتداد لسياسة إلغاء الآخر وسياسة التخلف التي اتخذها الإماميين على مدى طويل جدا. الإمامة قسمت الناس سابقا إلى الطبقة الحاكمة الذي كان لهم رغد العيش، وإلى طبقة بقية أبناء الشعب اليمني، إلى مجال حيوي لهذه الطبقة يقتاتوا منها ويعتاشوا عليها.
نعم اليوم ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا هو تطبيق يعني حرفي، ولكن بوسائل جديدة ووسائل أبشع جدا. يذكر التاريخ أن مجاعة للإمام يعني مجاعة إمامية مرت قاسية، ومات الناس كثير فيها، حتى أكلوا القطط والكلاب، نعم وكانت خزائن الإمام مليئة بالأموال خزائن مليئة خزائن الإمام. وعندما أتى الناس يطلبوا منه المال ليأكل والرغيف، قال مقولته الشهيرة التي ذكرها محمود الزبيري: من مات من الجوع فهو شهيد، ومن عاش فهو عتيق. نعم، إذن ضياء، يعني فعلا نحن نلاحظ الآن نفس هذه السياسة الآن معكوسة على الواقع. هناك فقر شديد، هناك جوع شديد، وربما يعني تصل اليمن إلى المجاعة لا سمح الله، إن لم تكن قد وصلت يعني بحسب التقارير الأممية. هناك أيضا جهل من خلال نعم المدارس المغلقة وعدم استمرار التعليم. هل هذه الثلاثية التي عزف عليها الإمام سابقا هي ما تجعل الشعب ربما خانع، لا يستطيع التحدث لأنه مشغول بكل هذه الأمور السيئة التي تدور حولها؟ إذا تمام لنتفق، يعني حدث ما حدث، أين هو العالم مما يحدث ونحن في ألفية ثالثة، في عصر التكنولوجيا، في عصر العولمة؟ يعني هل يعقل أن يعني يتفرج الجميع على هذه المهازل الإنسانية التي تحدث في اليمن؟ للأسف إذا سأتحدث عن العالم، العالم للأسف يدار من قبل المصالح. إذا كان العالم له مصلحة في التدخل في منطق في مكان ما أو في زاوية ما في العالم، فإنه سيتدخل، لكن إذا لم تكن له أي مصالح فالإنسانية هنا الجانب الإنساني يغيب تماما. لذلك لا نعول حقيقة كثيرا على العالم أو على المجتمع الدولي بما يخص الجانب على من الإنساني، يعول لأنه إذن ظهر ضياء؟ في إذن كثير الشعب في الداخل على من يعول برأيك؟ الشعب في الداخل هو حقيقة الشعب في الداخل ينتظر انفراج هذه الأزمة، انفراج انتهاء الحرب، سواء يعني سواء بالحل العسكري أو بالحل السياسي. هذا هو التعويل على هذا. أما أنت أن يبقى، يعني لدينا نماذج كثيرة كحرب الصومال مثلا، ظل الشعب الصومالي يعني يتحارب لفترة طويلة. هل تدخل المجتمع الدولي ليمنع المجاعات في الصومال؟ لم تكون المساعدات كافية بقدر الأزمة الموجودة على أرض الواقع. فالحقيقة هي الحل يجب أن يكون يعني نهائي وليس فقط تخديري أو كذا. أما هدف هو التجويع، أصلا هدف التجويع بالميليشيا هو إسكات الشعب وسحق الشعب اليمني، يعني وهذا هو سحق الهوية اليمنية، جعل الشعب فقط يفكر بلقمة العيش والحقوق الغرائزية ونسيان الحقوق المدنية وحقوقها الإنسانية. نعم، إذن ضياء نعود التحدث معك حول هذا الأمر، فقط أستأذنك أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم العودة إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى معنا استاذ ضياء صديا. يعني نتحدث عن يعني انتظار ربما اليمنيين لانفراجة ما، برايك يعني ما هي الخطوات التي يمكن ان تنتهجها الحكومه التحالف العربي من اجل ضمان وصول مساعدات انسانيه، من اجل يعني حلول كما قلت نهائيه وليست مجرد تخدير او لمرحله معينه وفقط؟ الحقيقة التحالف العربي يجب أن يدفع نحو الحسم بشكل كامل، نحو حسم المعركة. هناك تباطؤ، لا ندري هل هو تباطؤ متعمد أم غير متعمد، ولكن هناك تباطؤ في العملية العسكرية في أكثر من جبهة. هذا هو الحل الذي يجب أن ينتهج والطريقة التي يذهب إليها، لكن يجب أن يسير هذا المسار بجانب إلى جانب المسار الإغاثي، أن يتم الاعتماد على منظمات كمنظمة بصمة سلام الذي كان معنا الأخ رئيس المنظمة.
هذه المنظمات الموجودة على أرض الواقع التي تعمل وتلامس الناس حقيقة في أرض الواقع، والتي لا تخدم أجندة معينة، ليس بالضرورة أن تكون المنظمات التي تم التعامل معها منظمات دولية. هناك حقيقة كثير من المبادرات والمنظمات التي تعمل بشفافية وبصدق على أرض الواقع، يجب الوصول إلى هذه المنظمات. ما ينقصها فقط هو الدعم والدعم الإغاثي والدعم المادي بشكل كامل. نعم، إذن ينضم معنا أخ ضياء، ينضم معنا الصحفي همدان العلي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. هناك ازدياد حالة من الجوع بالنسبة لليمنيين، ازدياد معدلات الفقر أيضا، تقارير أممية عديدة ولا عمل على الأرض. كيف تقيم أنت من وجهة نظرك البطاقة التموينية للموظفين بديلا عن الراتب التي قامت بها سلطة الميليشيا في صنعاء؟ حقيقة أنا لا أدري بالضبط يعني ما هي نتائج مثل هذه الخطوة التي يعتبرها كثير من المتابعين يعني خطوة مثابة فلترين، يعني تهدئة فقط. يعني أعتقد أن يعني الاقتصاديين أكثر دراية ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستصمد أم لا. ولكن كل الذي استطيع ان اقوله انه يعني هذا الامر انحل الاشكاليه لفتره وجيزه محدده، لن يستطيع هذا الحل استمرار لفتره طويله، خاصه واليمن اليوم او المناطق اللي خاضها لسيطره الحوثيين معزوله تماما عن المنطقه، وانت تعرفين انه الاقتصاد اليمني ضعيف الى درجه انه يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدوليه، والمساعدات الدوليه لم تاتي او لم تدخل الا تحت نظر و يعني ب يعني بتصريحات تقدمها الحكومه الشرعيه، وبالتالي اي مساعد اي اجراءات تتم في هذه الاجراءات الاقتصاديه تتم في المرحله الحاليه او تقوم بها السلطه الانقلابيه هي حلول ان تمت وان صدقوا يعني، فهي حلول وقتيه يعني إسعافية، يعني لا أعتقد أنها ستستمر كل ما في الأمر. نعم تفضل. نعم، مع ذلك استاذ همدان يعني ساعات الميليشيا ايضا الى يعني فرض رسوم اضافيه على المواد الغذائيه، ما مدى تاثير ذلك على المواطن؟ المواطن يعني يتحدث انه يعني هل الحياه مجرد ان اكل واشرب؟ الا توجد التزامات اخرى؟ لا يوجد يعني التزامات الايجار، التزامات طبيه، التزامات مختلفه يعني ومتنوعه. هذه المساله يعني هل تؤثر سلبا على المواطن برايك؟ بالتأكيد جماعة الحوثي منذ اليوم الأول، ولكن الأمر اتضح بشكل جلي الآن، تتعامل مع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كرهينة، يعني هي تتعامل مع الشعب اليمني اليوم كرهينة للضغط على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من أجل تمرير طلباتها، من أجل قبولها بشكلها الحالي المسلح. يعني هي تقول اليوم إما أن تقبلوني بشكل الحالي مسيطرة على مؤسسة الدولة، مسيطرة على سلاح الدولة، أو فليمت يعني الناس الذين أنا يعني أحتجزهم من الجوع ومن الفقر ومن مثل هذه الخطوات كما أخبرتك. يعني خطوة أو إجراء البطاقة التمويلية أو ما سمي بالبطاقة التمويلية هي يعني حل جزئي، هذا إن صدقوا، لأنه كثيرا ما تحدثوا عن هذه الأمور ولكنهم لم يصدقوا. إن تمت فهي إجراء وقتي ولا يحل إلا جزء بسيط من المشكلة. يعني نعم، يعني حتى أنها أستاذ همدان يعني للتوضيح هناك من استلمها فعليا، ولكن يعني مثلا هو يستلم 70,000 كراتب ومنحت له بطاقة ب 15 أو ب 20,000 ريال. نعم، يعني بجزء الخدمات الأخرى مثل خدمة التعليم، خدمة الصحة، خدمات كثيرة غير متوفرة، وبالتالي الحياة شبه يعني ستكون شبه مسلولة. يعني تتعاملون مع المواطن اليمني يعني كالأسف كالحيوانات، يعني يطعمون ويأكلون، هذا إذا وفروا الطعام والمشرب. نعم،
ماذا عن إضافة جمارك أو فرض رسوم جمركية أيضا على القاطرات الداخلة في ذمار وفي الحديدة؟ يعني التجار بدأوا يعني يشتكون، نحن ندفع أكثر من جمرك في أكثر من نقطة، نتخلص من نقاط الجمارك، هناك يعني من يعني يستحوذون علينا في حتى على مستوى الشوارع العادية، يعني المهم أن التاجر يظل يدفع وبالتالي هو يضاعف سعر هذه البضاعة حتى يعني يسترد جزء من خسارته. طبعا هذا الحديث يعني عندما تسألني هذا السؤال مباشرة تقود بالذاكرة إلى سبب دخول جماعة الحوثي إلى صنعاء، وهو الجرعة والفقر والأسعار المرتفعة. مثل هذا الإجراء كثير بنفس كل هذه التفاصيل وهذه الأكاذيب التي لطالما يعني رددوها من أجل يعني دخول صنعاء والسيطرة على محافظة الجمهورية. هذه جريمة في حق الناس، هذه جريمة. يعني ويريد هذه المبالغ التي تؤخذ يعني تجمع من أجل يعني تقديم خدمة للمواطنين، من أجل تسليم مرتبات المواطنين، لكن هذه الأموال والجبايات التي تؤخذ من الطبائع وبالتالي يدفعها يعني المواطن البسيط من خلال يعني دفع رسوم او يعني اسعار او مبالغ يعني اكبر يعني مقابل السلع التي ياخذها، هذه المبالغ يتم يعني نهبها وبناء يعني منازل وشراء سيارات ويعني يعني زياده ارض تداول في حسابات سواء محليه او دوليه، يتم نهبها بشكل كبير، وبالتالي هي جريمة مرتبة، جريمة عندما يتم سرقتها لأنها تزيد من بؤس المواطن اليمني، وجريمة أيضا من جانب آخر لأنه يعني لا يتم الاستفادة من هذه الأموال لتقديم الخدمة للمواطنين، وإنما يعني زيادة أرصدة الفاسدين ويعني نهبها من قبل قيادات المثلثين الحوثيين. إذا أستاذ همدان يعني دعني أسألك، لما نستمع لأصوات المنظمات يرتفع عاليا حين يتم الحديث عن الحديدة وقرب تحريرها أن الوضع الإنساني سيء وأن هناك مشكلة حقيقية يعني ستكون أمام المواطنين هناك، لما لا نسمعهم وهناك يعني أن الجوع والفقر والمرض وصل إلى العاصمة صنعاء؟ أين هذه المنظمات وما مدى يعني صحة هذه المخاوف؟ بالتأكيد المخاوف موجودة، يعني وضع الناس أكثر سوءا، هناك يعني ربما الصور تزداد أو تنشر كل يوم يعني وتظهر لنا حجم المأساة، هناك رسائل تخرج ليلا لكي لا يعرف عنها أحد، لكي يعني تبحث عما يفجعها. لكن بالرغم من إيماننا ووجود هذه المعاناة ومطالبتنا من الحكومة السريعة أن تقوم بواجبها لحل هذه الإشكالات بحكم أنها هي المسؤولة أولا وليست الإصابة على الميدان، لكن الإشكالية الذي تعيشها أو الخلل الأخلاقي الذي تسقط فيه المنظمات هو أنها لا تشير إطلاقا لمن تسبب في هذا الأمر، ما يزال يتعامل مع المجتمع ومع الاهالي كرهائن. يعني جماعه الحوثي اليوم مثل اللصوص الذي يدخلوه بنك او يدخلوه مؤسسه ويحتجزوا الناس ويقولوا يا اما تجيبوا مطالبنا هذه تحققوها لنا او يعني تنقصوا للناس. جماعه الحوثي اليوم بهذا الشكل، وبالتالي الاشكاليه لدى المنظمات الدوليه هي تتحدث بشكل صحيح ان هناك مخاوف وان الوضع الانساني سيء وان الناس يموتون جوعا، وهذا كله صحيح، لكن هل تتحدث من المتسبب في ذلك؟ هل تطالب جماعة الحوثي التي تحتجز الناس وتتعامل معهم كرهائن بأن يعني بأن يكفوا عن هذه الممارسات وتطالبهم بتنفيذ القرارات الأممية؟ هذا الأمر غير وارد ولا نراه إطلاقا، وبالتالي مثل هذه المطالبات تظهر وكأنها من باب الضغط السياسي لتمرير مطالب الحوثيين وليس انقاذ اليمنيين. وهذه الإشكال التي نتحدث دائما عنها يعني بالنسبه للمنظمه. نعم، إذا أستاذ همدان أخيرا يعني تحدثت أو تطرقت إلى موضوع دور الحكومة الذي ننتظره جميعا، أين يكمن بالضبط وما الذي يمكن فعله تجاه يعني استغلال الحوثي للوضع بهذا الشكل تجاه صمت المنظمات الإغاثية ومدى التلاعب بالملف الإنساني فيها؟ جماعة الحوثي في النهاية نحن نتفق أنها عصابة. نعم.
والعصابة لا يمكن أن يعني ننتظر منها شيء، لا يجب أن ننتظر منها شيء لأنها عصابة مجموعة من اللصوص، لكن الذي يجب أن نطالبه بأن يقوم بواجبه تجاه الناس هي الحكومة الشرعية، سواء ب يعني الحسم العسكري وإنهاء هذه المأساة، أو من يعني عن طريق يعني يعني تقديم المساعدات للناس، تقديم مرتبات المواطنين، خاصة ونحن نتحدث عن الحكومة التي نقلت البنك المركزي والتي تحدثت مرارا عن أنها ستقدم أو ستسلم مرتبات الموظفين في أنحاء الجمهورية، ولكنها اليوم تصمت. أوكي، أنا ربما أتفهم أن الحكومة اليمنية لا يمكن لها لا تستطيع أن تسدد أو تقدم مرتبات الموظفين والإيرادات في يد الحوثيين، لكن هذا الصمت مزعج. الناس يطالبون الحكومة الشرعية بأن تقدم مرتبات تسلم مرتبات المواطنين بناء على وعودها التي قدمتها خلال الفترة الماضية وهي تصمت. أين الحكومة اليمنية؟ لماذا لا تخرج إلى الناس وتقول حدث كذا كذا وكذا وكذا وكذا؟ مؤتمر صحفي، اليمنيين يريدون أن يعرفوا بالضبط ما الذي يحدث. أما ما يحدث الآن من تطنيش، أنا أعتبره تطنيش، يعني الآن الناس يعني يتبورون جوعا شداسا، والحكومة ولا كأنها فقط تتحدث بين الوقت والآخر أنه الإيرادات في ذلك في يد الانقلابيين. اوكي، كلنا نعرف ان الموارد جماعه الحوثي بالذات الموارد التي هي الايرادات الضريبيه جزء، اما كثير من الموارد فهي معاذ الحكومه الشرعيه منها النفط، يعني كثير من الملفات تستطيع الحكومه ان يعني تديرها بشكل صحيح للتخفيف عن يعني وقت الناس. على الاقل على الاقل ان تكون شفافه، يعني استطاعت الحكومة أن تخرج الناس وتقول نشعر بالأسف لهذا الوضع الحالي، نحن كنا نعتقد أننا نستطيع تقديم المرتبات، ولكن الذي حدث واحد واثنين وثلاثة، يجب أن تكون شفافة. أما أنت يعني ابن من طين وابن من عجين، هذا أمر غير منطقي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، أثار الأستاذ همدان أكثر من نقطة دعني أناقشها معك واحدة تلو الأخرى، بداية بموضوع الجرعة التي ربما كانت يعني هي يعني التي كانت هي السبب أو الشماعة التي استطاعت الميليشيا بها الدخول إلى صنعاء وأنها ستنقذ هذا الشعب من هذه الجرعة، ولكن هذا قد يعني ما هو أسوأ من الجرعة بكثير وبألاف الريالات ربما، كيف تعلق على هذه النقطة؟ للأسف هذه حقيقة أن الحوثي عندما دخل اتخذ الجرعة التي كانت حدود 1000 ريال على المشتقات النفطية، نعم، ذريعة ومظلة للدخول والسيطرة على العاصمة وإسقاط الحوار الوطني ومخرجاته. اليوم نفس الانقلابيين الذين قاموا بكل هذا واتخذوا الجرعة وما إلى ذلك ذريعة، اليوم يحملون الشعب فوق طاقته ويحملونه أضعاف تلك الجرعة، تجويع، رواتب منعدمة، خدمات أساسية منعدمة تماما، يعني وضع سيء جدا، وفوق ذلك معاقبة كل من يطالب بحقه في الراتب أو بحقه في اللقمة. هذا يعني ديكتاتورية ما بعدها ديكتاتورية، يذكرني بالنظام الشمولي في كوريا الشمالية، من تجويع للناس وحكم ديكتاتوري وإنغلاق على العالم الخارجي. يعني سائرون في نفس المسيرة، يعني نفس الخبز والعجين. نعم، إذن ضياء، النقطة الثانية يعني مسألة البطاقة التموينية للموظفين بدل الراتب، هل تجد أنها قد تحل جزءا من المشكلة؟ هو كما أشار الأستاذ أنه قد تحل جزء من المشكلة لكن مؤقتا، لن يكون حل دائم، لأنه في النهاية إلى متى؟ يعني التاجر في النهاية أيضا يريد أموال، التاجر لا يعطي مجانا في نهاية الأمر، فالحل سيكون فقط مؤقت، يجب أن يكون هناك حل، هذا إن صدقوا، يجب أن يكون هناك حل نهائي من قبل الحكومة الشرعية كحكومة شرعية
لكل اليمنيين كحكومة معترف بها دوليا يجب أن تقوم بمسؤوليتها. نعم، إذا ضياء، يعني لو تحدثنا، يعني عدنا مثلا دور الحكومة في هذا الجانب برأيك، يعني طالبت الحكومة أكثر من مرة بتغيير المنسق العام للشؤون الإنسانية، يعني تحدثت أو قدمت اعتراض أيضا على دور المنظمات الإنسانية، وتحدثت لهذه المنظمات أن تأتي لتمارس عملها من عدن تحت مظلة الشرعية لتستطيع أن يعني توصل المساعدات الإنسانية فعلا لكل من يستحقها. ما الذي يمكن أن تصنعه الحكومة بعد؟ الحكومة هي فعلا قدمت طلب، لكن هذا ليس كل شيء. قدمت طلب بتغيير المنسق العام للشؤون الإنسانية، بتغيير المندوب أي المنسق العام المقيم جيمي ماكولدريك، لكن هذا ليس كل شيء. الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها في تسليم الرواتب. الناس آمنوا بالحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية معترف بها دوليا، والحكومة الشرعية أعطت وعود للناس. كما قال الأستاذ أنها تلتزم الصمت، وهذا أمر محير جدا. الناس في الداخل تتضور جوعا، الناس في الخارج أيضا، الطلاب في الخارج يتضورون جوعا، ومع ذلك هناك صمت مطبق وصمت محير جدا من قبل الحكومة. الحكومة يجب أن تتحرك، لا يكفي أن تطالب بتغيير المنسق للأمم المتحدة في اليمن أو غيره. أوكي، هذه خطوات قد تساهم في حل الجانب الإنساني أو الجانب الإغاثي، لكن هناك أيضا لدينا مشكلة المرتبات التي قطعت عن أكثر من مليون موظف. نعم، وربما يعني مشكلة المرتبات هي ضاعفت هذا الوضع السيء في اليمن، خاصة أننا نحن نتحدث عن 7 أشهر بدون رواتب. ربما الحكومة سلمت جزء من هؤلاء الموظفين راتب شهر وحيد، ولم تتكرر التجربة. لو تحدثنا أخيرا ضياء، يعني هناك أكثر من جهة يعول عليها الأمر، ما زال يعني المنظمات الدولية التي لا زال لديها ضمير، التحالف، الحكومة أيضا، الناس الذين بالداخل، كيف يمكن أن توجه رسالة لهؤلاء؟ وحقيقة الرسالة التي يجب أن توجه إلى أولا وأخيرا إلى الحكومة اليمنية، الحكومة اليمنية أن تقوم بدور أكثر فعالية في الجانب الخارجي وجانب العمل الحقوقي على مستوى المجتمع الدولي. يجب أن يكون هناك شغل أكثر دقة في الجانب الإغاثي، وأيضا رسالة إلى أن يتم توجيه هذه المنظمات الدولية لصب الإغاثة الإنسانية في مكانها الصحيح. أيضا الرسالة توجه إلى أبناء اليمن داخليا أن يساندوا بعضهم بعض، يعني والحمد لله، يعني الشعب اليمني شعب دائما شعب متلاحم اجتماعيا، شعب يساعد جاره ومتميز بالكرم في أصعب الحالات. فيعني من هذا الجانب الشعب اليمني استنفذ كل ما لديه من ما لديه من طاقة في هذه الأزمة. لذلك الرسالة توجه إلى الحكومة وإلى المنظمات الدولية بشكل أساسي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك ضياء سعيدي، المدون والناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من روسيا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.